أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. التحالف الإسلامي يقر استراتيجية لمحاربة الإرهاب والتحريض الطائفي ترتكز على آليات المواجهة الشاملة للإرهاب فكرياً، إعلامياً، وتمويلياً وعسكرياً. إندونيسيا تعتزم إجلاء 100,000 شخص من منطقة بركان بالي محذرة من خطر انفجاره. أسلوب الحياة غير الصحي يتسبب في التهاب جدار القولون، إلا أنه يتراجع باتباع أسلوب صحي. وعلماء يبتكرون طريقة جديدة لترميم الأوعية الدموية بتفعيل بروتين مسؤول عن تنظيم السكر والشحوم في الخلايا. وفيلم الرسوم المتحركة كوكو يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية محققاً إيرادات قدرت ب 49 مليون دولار أمريكي.